أسعد الله أوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى. استفسار: هل الهاكواباثي المعروف عموما بالعلاج بالماء الساخن، هل الهاكواباثي ينفع لعلاج فقر الدم الأنيميا؟ الإجابة: هناك حالات استفادت وشفيت كليا، وعندما تعمقنا بجد ما هي الفوائد الصحية والعلاجية للهاكوباثي للحد من الإصابة بفقر الدم الأنيميا، وبالرجوع إلى الدراسة العلمية، أولا نرجع إلى الموقع التالي ميدلاند بلاس، التابع للحكومة الفيدرالية الأمريكية، هو أكبر موقع مكتبة علمية تختص بخدمات صحية بمعلومات حول الصحة والأمراض والأدوية وما شابه ذلك في العالم، تابع للحكومة الفيدرالية الأمريكية. وفيما يلي من خلال هذه المعلومات على النحو الآتي التي أوردناه من موقع ميدلاند بلاس، أول شيء لنفهم عن هذا المرض، ومن ثم الأدوية المسببة لهذا المرض، ومن ثم كيف لدور الهاكوباثي وكيف للعلاج أو الوقاية أو العودة إلى وضع صحية مثالية كما خرجت من رحم الأم. الإنسان مجرد خرج من رحم الأم هو مخلوق بصفة متكاملة، لكن البيئة تؤثر، الأدوية تؤثر، هناك أيضا عوامل كثيرة التي تتسبب هذه التقلبات الصحية بما يؤدي إلى الأمراض والأمراض المستعصية. أولا ينص الموقع، أول شيء: إذا كنت تعاني من فقر الدم فإن دمك لا يحمل كمية كافية من الأكسجين، انتبه هنا، لا يحمل كمية كافية من الأكسجين، يعني نقص الأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم. السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم هو عدم وجود ما يكفي من الحديد. الحديد، يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو بروتين غني بالحديد يعطي الدم اللون الأحمر، ينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم. يعني وظيفة الهيموغلوبين بداخل خلايا الدموية، دورة من خلال الدورة الدموية. فقر الدم وهو الأنيميا له ثلاثة أسباب رئيسية: فقدان الدم، ونقص إنتاج خلايا الدم الحمراء، وارتفاع معدلات تدمير خلايا الدم الحمراء. تشمل الحالات التي قد تؤدي إلى فقر الدم الأنيميا غزارة التنف، أي نزيف حيضي غزير، الحمل، قرحة المعدة، سلائل القولون أو سرطان القولون، الاضطرابات الموروثة، نظام غذائي لا يحتوي على ما يكفي من الحديد أو حمض الفوليك أو فيتامين B12، اضطرابات الدم مثل فقر الدم المنجلي وثلاسيميا أو سرطان فقر الدم اللاتنسجي، أي فشل نخاع العظم، هي حالة توصف بعدم قدرة نخاع العظم
على إنتاج عدد كافي من الخلايا لتجديد خلايا الدم، حالة يمكن أن تكون موروثة أو مكتسبة. وأخيرا نقص نازعة الجلوكوز 6-فوسفات. هذا موقع بعنوان أنيميا midlineplus.gov تم الوصول إليه في 15 سبتمبر عام 2021. لننتقل إلى الموقع الآخر من نفس مكتبة ميدلاين بلاس، وهو مكتبة أكبر مكتبة عالمية على مستوى العالم تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، ينص الآتي: فقر الدم الانحلالي المناعي الناتج عن الأدوية. يعني هذا الموقع يعطيك بكل وضوح ما هي الأدوية التي يمكن أن تؤدي الإصابة بفقر الدم الأنيميا. يعني مريض يذهب للطبيب يأخذ الدواء للشفاء من مرض أو مرض معين أو مجموعة أمراض، لكن الأدوية تظل هي مصنوعة ولا يتقبلها المخلوق هو الإنسان، كما أشرنا إليه ذلك مرارا. فتكون الأدوية مصنوعة قد تنفع من جانب، لكن تترك أثرا مجموعة من الآثار السلبية التي تتسبب الإصابة بالمزيد من سلسلة من الأمراض. يعني إنسان مريض يريد يشفي من مرض معين يأخذ وصفة دواء، لكن ينتج عنها مجموعة أمراض أخرى سلسلة، وتظل معاناة المريض باستمرار. إذن لنأخذ هذا الموقع، ينص الآتي: تشمل الأدوية التي يمكن أن تسبب هذا النوع من فقر الدم الانحلالي ما يلي: السيفالوسبورينات، وهي فئة من المضادات الحيوية، أي فئة من المضادات الحيوية، وهذا معروف نحن في الخليج والعرب عموما دائما نلجأ للمضادات الحيوية. عندما نذهب للطبيب يوصف لنا مضادات الحيوية ونشعر بارتياح من أي ألم، لكن هذا الذي ممكن تسبب الإصابة بفقر الدم الأنيميا، هو السبب الأكثر شيوعا. الدابسون، الليفودوبا، الليفوفلوكساسين، ميثيل دوبا، نيتروفورانتوين، العقاقير غير السترويدية، المضادة للالتهابات، المسكنات. يعني تذهب للطبيب يعطيك مسكنات الألام أو مضادات، لكن هذا الذي ممكن يؤدي. البنسلين ومشتقاته، خليكم معنا، البنسلين ومشتقاته، يعني بنسلين من الدرجة الأولى، أضرار خطيرة ممكن يؤدي الإصابة إلى فقر الدم الأنيميا. وهذا البنسلين ومشتقات البنسلين كثير عندنا في العرب عموما وبالخليج تحديدا، نلجأ لاستخدام البنسلين كوصفة طبية من الطبيب بحجة الشفاء أو الوقاية من مرض أو التهاب، وهذا الذي يحدث. مرض فقر الدم الأنيميا ليس مرض بسيط، والذي يصاب به يظل يعاني مدى الحياة وتستمر. وبإمكان تسأل أي شخص كيف تكون معاناته، هذا الشخص يقولك أفضل أموت ولا أعيش بهذا المرض نتيجة المعاناة الشديدة التي يتعذب فيها المريض. ففقر الدم مكتسب عموما نتيجة من الأدوية. وأخيرا من هذه مجموعة من الأدوية، الكينيدين، قد تشمل الأعراض أي مما يلي:
يعني عندما تستخدم بعض الوصفات الطبية تحصل لك بعض الأعراض التالية، هذه الأعراض ناتجة من الإصابة بالأنيميا. فقر الدم، أولا البول الداكن، يعني إذا حصل لك خروج عزكم الله البول غامض داكن، هذا أيضا مؤشر غير طيب الإطلاق. إذا كان تستخدم الأدوية فهذا الوضع خطير جدا. ارجع لي إذا أردت أن تخاطبنا، نحن نقوم بدورنا بقدر المستطاع من توفر الوقت، نقوم بالاطلاع على هذا الدواء من خلال موقع ميدلاند بلاس ونظر هذه الأثار السلبية للدواء. هذا الموقع يعطي بكل شفافية بكل وضوح أي دواء تقوم بإدخاله في تلك الموقع، ما هذا الدواء استخدامه وما هي الأضرار الصحية الناتجة من هذا الدواء. ستجد هذا الدواء لغرض مرض معين لكن ينتج عنه مجموعة من أضرار صحية وخيمة. التعب أي الإرهاق، شحوب لون البشرة، سرعة دقات القلب، ضيق في التنفس، أصفرار الجلد، وبياض العينين أي اليرقان. هذا الموقع بعنوان فقر الدم الانحلالي المناعي الناتج عن الأدوية من موقع Midline Plus الموسوعة الطبية، وكما أشرنا هذه أكبر مكتبة طبية صحية علمية في العالم بأسره. تم الوصول إلى هذه المعلومات بتاريخ 15 سبتمبر عام 2021. الآن نتحدث عن دور الهاكوباثي. الهاكوباثي الذي أسسناه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ توجهنا في عام 2015 وحتى التاريخ، أردنا تأسيس هذا الطب الجديد في القرن الحادي والعشرين، الطب الذي يدخل مباشرة في نطاق فهم الإنسان مخلوق وليس مصنوع، والمخلوق لا يمكنه معاملته بالمصنوع، لأن إذا تم خلط المصنوع بالمخلوق تحدث أضرار جسيمة وخطيرة. وبذلك الإنسان مخلوق، وعندما يقوم باستخدام ما يسمى بالدواء أو العقاقير الطبية بحجة الشفاء، هنا نستطيع نقول أن الجهود الجبارة التي بذلتها جهات علمية لدراسات عميقة على صحة الإنسان والأمراض، هذه جهود جبارة منذ ما تم أول اكتشاف لبنسلين في بعد الحرب العالمية الأولى من قبل ألكسندر فليمينغ. وبذلك بدأ الغرب يضخم مبالغ خيالية ضخمة لدعم هذا باعتبار دواء المعجز، ومن ثم بدأ يلجؤون إلى دراسات جسم الإنسان، كيفية التعامل مع الأمراض وكيفية العلاج من الأمراض والأوبئة والفيروسات وما شابه ذلك. بينما هذا أكبر خطأ الذي ارتكبه الإنسان، في النظر بأن الإنسان مصنوع كمصنوعات بالعلم المطور، فيمكن يعامل هذا المخلوق بالمصنوع، وهذا أصبح أكبر تحدي يواجهه العالم بأسره. على الرغم من التطورات التكنولوجية المذهلة من جانب، إلا من جانب آخر أكبر لغز هو كيفية التعامل مع أي مخلوق وهكذا الإنسان.
ولذلك الطب الهايكوباثي يتعمق بعمق على نظر الإنسان مخلوق، والنظر من حيث الدراسات والأبحاث أو الأبحاث التي تعمقنا فيها من خلال تكوين جسم الإنسان من بدايته خلقه وتكوينه أثناء مراحل تكوين حتى الولادة، كل ذلك تم بشكل دقيق جدا فقط بوجود مواد طبيعية وهي جزء لا يتجزأ من منظومة شاملة لقوانين المنظومة الشاملة الكونية للطبيعة. وهذه مواد استثنائية، تحديدا الماء، الأكسجين المعرف عموما الهواء النقي، الهيدروجين المعرف عموما ببخار الماء، وأخيرا الطاقة المعرف عموما بأقل القوة الناتجة من الحرارة السخونة. لذلك الإنسان بشكل استثنائي اكتمل خلقه بوجود هذه مواد طبيعية استثنائية الأربعة جمعوها من الهاكواباثي، العلاج بالماء الساخن أو الحاكوا الماء الساخن. الحاكوا إذا يعتبر هو الحل المثالي، لا يوجد أي مجال أو لا توجد أي وسيلة أخرى للحد من الإصابة بالأمراض أو الوقاية أو الأوبئة أو من الفيروسات والنفايات والبكتيريات الضارة وأجسام الغريبة التي تدخل في جسم الإنسان والسموم. فكان جسم الإنسان خلق في أحسن خلق لديه ويتمتع بأعلى مراتب من التمتع بمزايا كافية نحو الشفاء الذاتية، الصيانة الذاتية، الوقاية الذاتية كما نص عليه الطب الأوستيوباثي طب التقويمي. لكن من جانب آخر هذا الطب ينقصه الطب الهايكوباثي الذي أسسناه وتبين فعلا جسم الإنسان مخلوق ويتمتع وعلى هذه الوقود، عندما يحصل انخفاض هائل من كمية واحدة من هذه الوقود أو أكثرها سواء من الماء أو الأكسجين أو الهيدروجين أو الطاقة، فيحصل تدهور وضع جسمه وبالتالي تحدث تقلبات صحية، فيبدأ الجسم يعطي إشارة لإصابة بالتهابات، والالتهاب هي علامة قدوم مرض إن لم يتم إيجاد الأسباب الجذرية علاج الوضع، إيجاد الحلول. ثم ينتقل هذا الالتهاب إلى مرض، ومن مرض إلى مرض مستعصية كفقر الدم الأنيميا ثم مجموعة من الأمراض، يظل المريض يتعذب ويعاني ولا يستطيع الطب مهما حدث وحوصل إليه العالم من التكنولوجيا، لكن يظل لغزا، أكبر لغز تواجهه البشرية من العلماء ومن إيجاد سبل من وقاية من الأمراض والفيروسات والأوبئة وما شابه ذلك. لذلك الالتزام الكامل والشامل، لا توجد أي وسيلة استثنائية أخرى ولا يوجد أي خيار آخر إلا إن أراد الشخص فعلا أن يحقق أعلى مراتب من الصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية الروحية، أن يلتزم التزاما شاملا
ويتقيد بكامل منظومة قوانين منظومة الشاملة للكونية الشاملة للطبيعة. تحديدا الهاكوباثي لا يوجد مجال آخر على الإطلاق. لذلك لنوضح هنا عن فقر دم الأنيميا ودور الهاكوباثي. دم الإنسان أولا بلازما الدم يمثله نسبة 92% من الماء. الهيموغلوبين هو الذي ينقل كريات الدم الحمراء، هو يتكون من كريات الدم الحمراء، وكريات الدم الحمراء وظيفتها نقل الأكسجين إلى الرئتين وجميع أعضاء جسم الإنسان وكذلك الخلايا. كل خلية، كل عضو تعتمد من الدرجة الأولى كذلك على توفر الأكسجين، وكذا الرئتين وكذا الدماغ. الهيدروجين لا يمكن أن تتحرك أي من الذرات إلا أن يرافقها الهيدروجين. إذا دم الإنسان فيها نسبة من الهيدروجين، إذا حدث نقص كمية الهيدروجين أو الماء أو الأكسجين هذا هو الذي يحدث. وأخيرا الطاقة، دم الإنسان سخونته أعلى نسبيا عن حرارة جسم الإنسان لأنه يظل على امتداد 24 ساعة من خلال الدورة الدموية. القلب يضخ الدم ويظل الدم على حرارة مرتفعة بتحديد 40 درجة مئوية أعلى نسبيا عن حرارة جسم الإنسان، استنادا على القانون الأول الديناميكي الحراري الذي ينص على أن الطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. وكون حرارة الدم 40 درجة مئوية وحرارة جسم الإنسان 37 و36 ونص درجة مئوية، إذن يظل على فترة طوال كل لحظة، كل دقيقة، كل ثانية، 24 ساعة دون انقطاع ينقل الطاقة على وعلى مواد التي أسلفنا. لذلك التعامل مع الأنيميا وكيفية للحد من هذا الوضع، الإصابة للمريض أو حتى الوقاية من الإصابة، تجنب الأدوية بقدر المستطاع، لأن هذا شيء وارد. هذه المعلومات التي أوردناها لكم من موقع أكبر مكتبة علمية صحية في العالم وليس من أخيكم دكتور فارس. كلام واضح، الشفافية، يظل الخيار للشخص بذاته بعينه. وبذلك هنا الشخص المصاب بفقر دم الأنيميا يكون نتيجة السلسلة من الأدوية التي استخدمها من قبل، وحتى لو كان وراثي يكون ناتج من الأم، كانت تستخدم الأدوية التي تسببت للأم أو حتى للمصاب بهذا المرض الخبيث، مرض من أخطر أمراض، من أخطر الأمراض، وليس له علاج من خلال العقاقير الطبية إلا بالمسكنات والأدوية تظل تعذب المريض. نحن لا نحارب الأدوية ووجهات الصحية التي تعتمد اعتمادا من الدرجة الأولى على العقاقير الطبية كوزارات الصحة التي تمثل الحكومات. نحن نأتي بمعلومات بكل حقائق، وهذا هو سبب توجهنا الولايات المتحدة الأمريكية لوجود الشفافية مطلقة حتى طب الهاكوباثي يواصل مجراه بعيدا عن التحديات، بعيدا عن الاحتكاكات، بعيدا عن النظر إليه نظر سلبي بكل معانيه مع عانيناه على امتداد 14 سنة. نحن نواصل والحملة الشعبية تتواصل لأن نحن نهتم بالإنسانية ونهتم بالإنسان البشرية. فإن كان أصحاب قرارات من الجهات الصحية
يمتنعون النظر هذا أو جهات أكاديمية أو مهما كان. نحن نحاول نقدم هذا الاستجداء لكم جميعا، لجهات صحية، لجهات حكومية التي تهتم بالصحة كوزارة الصحة، للحكومات بأشملها، للعلماء، للأكاديمي. هذا المجهود الذي بذلناه نحن لا زال على الانفرادية 14 سنة. نرجو نترك السياسة بعيدة، ونرجو نترك مصالح بعيدة، ونرجو نترك التجارة، الطمع بالفلوس والسلطة والمال، يعني المال والسلطة. نترك ننظر للإنسانية، ننظر للبشرية. فالإنسان مخلوق، لم تكن هناك مبالغ تطلبت أو سلطة تتطلب لكون يخلق الإنسان. فالإنسان مخلوق، هذا إهداء، وذلك الشفاء والوقاية يظل من ضمن ما صغناه بقوانين شاملة للمنظومة الشاملة للكونية للطبيعة. كل شيء يتعتمد على الخلقة من المخلوقات، كلها تمثل جزء يتجزا من الطبيعة وكذا الإنسان. فأنت مخلوق وليس مصنوع. إن لم تسمع عن الهيكوباثي أو من قبل، حان الآن، استمع وابدأ التطبيق من أجل صحتك حتى تنتهي معاناتك. وحتى لو كنت صحيا بعيدا عن الأمراض، لكن تذكر أن الصحة ليس مجرد خلو من الأمراض، بل تمتع بالصحة ومن خلال التمتع عن بصحة شاملة، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تحت منظمة الأمم المتحدة، بأن التمتع بالصحة ليس مجرد خلو من الأمراض، بل صحة، أي امتلاك الصحة الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية، وأرتينا أيضا الصحة الاجتماعية. عندما تتمتع بهذه الصحة، جميع 5 عناصر الصحة، نعم هنا تستطيع تقول لك إنسان صحي بالكامل. نرجو كل مستمع، لا تقف هذه المعلومات عندكم، لا تكون أناني أو بخيل، نعتذر باستخدام هذه الألفاظ. نرجو اسعى بالنشر، انشر، لأن هناك شخص ينادي، وتكون أنت السبب في نشر هذه المعلومات. انشر لتكسب الأجر، انشر لتساهم في إنقاذ البشرية وجعل هذا العالم أفضل، ينعشر الإنسان والإنسانية والبشرية على الكرة الأرضية بحياة كريمة وشاملة، بل أبعد بكثير، ليس مجرد بس 5 عناصر الصحة، جوانب الصحة، بل جميع امتلاك الثروة المثالية، أي امتلاك عناصر الثروة المثالية 5 تحديدا بالتسلسل، أولها مزيدا من قوة الإيمان، ثانية مزيدا من الصحة الشاملة بجميع جوانبها 5، ثالثا مزيدا من السعادة الأبدية. السعادة لا تشترى لا بالمال ولا بالسلطة. رابعا مزيدا من العلم والمعرفة. خامسا مزيدا من الثراء، المال المبارك والكثير من المال، تعيش حياة كريمة، تلبي كل احتياجات من المأوى والمأكل والمشرب، واحتياجات مصاريف حياتية تتطلب المال، بل المال المبارك الذي تكتسبه بالرزق بالحلال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم ومحبكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري،
معطي من سلطنة عمان، مؤسس الحكوباثي، الطب الحكوباثي، الإنعاش بالحكوى، حكوى ريفيتالايز ثيرابي، من مقرنا حكوى ويلنس، حكوى للعافية، في مقر فيرجينيا تيك كوربريت ريسيرش سنتر، فيرجينيا للتكنولوجيا، لأبحاث المؤسسات، ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. فخر لكل عمانية، فخر لكل خليجية، فخر لكل عربي، ونعمة البشرية أجمع، ونعمة الإنسانية. قريبا الطب الحكوباثي واصل ازدهاره وينتشر حول العالم، ويجعل العرب، كل عرب يرفع رأس راية ورأس كل عربية وكل خليجية وكل عمانية، حتى قريبا يبدأ العمانيون والخليجيون العرب هم الذين يصدرون الصحة المثالية الحقيقية حول العالم، كما أنعمت الغرب، دول الغربية، بأن تنال من نصيبها من العلم وازدهار العلم والتكنولوجيا، وتصدر التكنولوجيا حول العالم بما فيه العالم الشرقي من الدول العربية والأسيوية والأفريقية وما شابه ذلك إلى العالم بأسره. وبإذن الله تعالى العرب هم في صدارة الصحة المثالية بإذن الله تعالى.